بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. في سؤال مهم بدأ يطرح نفسه الفترة الماضية، خصوصا بعد الريليز اللي حصل الـ ESR Report 2018، تقرير الـ Essential Safety Requirements من سباهي 2018، واللي نشره معالي الوزير، وكان في رانكينج للمستشفيات في الجرين زون اللي هي المنطقة الخضراء أو اللي هم اللي جايبين سكورات عالية. فبدأت تظهر بعض التساؤلات على السطح، زي ازاي المستشفى العظيمة الفلانية مش موجودة. في الحقيقة قبل اي حاجة، ده رأيي الشخصي انا احمد يحيى، ولا يعبر عن رأي سباهي. انا بتكلم دلوقتي كواحد اطلع على هذا التقرير وسمع بعض التساؤلات وعايز يرد عليها من كتير من الزملاء والزميلات على الجروبات وبالاتصالات وفي المؤتمرات. فازاي المستشفى العظيم الفلانية مش موجودة في الجرين زون؟ ازاي؟ في هنا نقطتين في منتهى الاهمية. اول حاجة، هل الـ ESR standards اللي هم 20 معيار، هل دول يعكسوا الـ 600 معيار بتوع سباهي؟ يعني دول 20 معيار بتاخدين من 600 معيار، وكأنك بتاخد الـ 6 International Patient Safety Goals من معايير الـ JCI وبتسحبهم على كل المعايير الـ 200 أو 300 whatever العدد بتاعهم. هل الجزء دوت يعبر عن كل الـ Comprehensive Approach بتاع الـ Accreditation لأي body؟ دي اولا، فهو لا يعبر عن هذا الامر، وانما دي بتبقى توب برايورتيز موجوده في كل دوله. مثلا في سباهي متفصله على السعوديه، في اهتمام كبير بالسيفتي وحرائق المستشفيات، في اهتمام كبير بالدي في تي بروفلاكسز، في اهتمام كبير بالبيشنت ايدنتيفيكيشن والانفكشن بريفنشن اند كنترول، وهكذا بناء على اكسبيرينسز موجوده، فوكسنج ايفنتس حصلت، ريسيرش ايفيدنس موجود. فبدانا نختار ال 20 دول من ال 600 معيار. يبقى ده اول سؤال، ان هذه المعايير لا تعبر عن الاكريديشن، وانما هي مجموعه منتقاه بسبب اولويتها. الحاجه الثانيه، هل معايير الاي اس ار او معايير الاعتماد عموما، اي اكريديشن في العالم، تعبر عن الميديكال كير في مستشفى ما؟ يعني فرض المستشفى خدت كونديشنال اكريديشن في سباهي، مستشفى خدت دينايل سواء سباهي جي سي اي كنديان استراليان، هل ده معناه ان الدكاتره اللي موجودين في المستشفى دي مش كويسين؟ هل معناها ان الجراحين اللي هنا مش كويسين؟ هل معناها ان الطاقم التبريدي مش كويس؟ الناس اللي شغاله في اللاب مش كويس؟ لا، يبقى احنا كده مش فاهمين اكريديشن. فخلونا نتفق على معنى الاكريديشن، لان التساؤلات دي جت من القيادات في النظام الصحي، فنحاول قدر الامكان نتفق على بعض الامور الاساسيه، وهو تعريف الاكريديشن او السكوب بتاع الاكريديشن. الاكريديشن وظيفته ان هو يعمل لحضرتك سيستم علشان يبقى فيه باستمرار كونتينوال امبروفمنت، سيستم تقدر تبني عليه كواليتي اند سيفتي، سيستم استابليشمنت فاونديشن. الاكريديشن لا يعبر عن بيست براكتس، البيست براكتس ده اكسلنس اووردز، مثلا جوائز التميز، جائزة الملك عبد العزيز، جائزة مثلا الشيخ خليفة، لكنها ليست بيست براكتس، هي عبارة عن اوبتيمم ستاندردز، الحاجات اللي من غيرها ما ينفعش المستشفى توبريت بصورة جيدة وتقدم خدمة بصورة جيدة، لكنها لا تعكس الكلينيكال براكتس الموجود في المستشفى، لكنها ما بتعملش الكلينيكال جادجمنت اللي بيحصل في المستشفى. فنخلي بالنا من النقطه دي جدا. الاكريديشن بيساعدك تبقى لماح اكتر، تبقى برو اكتف اكتر في ان انت تمسك الريسك، تبقى اكتر رياكتيفيتي لما يحصل لا قدر الله حاجه وتحاول تميتيجيت الريسك، ولو لا قدر الله حصل حاجه كبيره ممكن بعد كده تتعلم منها وما تحصلش تاني في المستشفى غير المستشفيات الغير معتمده او ما عدتش على معايير اعتماد. في الغالب لما الخطا بيحصل عندها بيتكرر، حتى لو خطا جسيم اللي هو سنتنل ايفنت. لن انسى ابدا شجاعه الدكتور سامر اللحام في مؤتمر ارب هيلث للكواليتي سنه 2011، يناير 2011، وكان مؤتمر برعايه كليفلاند، وزي ما انتم عارفين هو شيف كواليتي اوفيسر، هو انترفنشنال كارديولوجيست سيريان امريكان، خريج جامعه امريكيه في بيروت، فيلو في ستيتس، وجاي بيدير الشيخ خليفه ميديكال سيتي باداره كليفلاند كشيف كواليتي اوفيسر، وقف قدام العالم كله واعترف ان السنه اللي فاتت حصل عندهم 7 سنتنل ايفنتس. يا نهار ابيض، شيخ خليفه ميديكال سيتي بتاعت الفي اي بيز بيتعالجوا فيها، حاجه معتمده من جي سي اي، حاجه باوبريشن اوبريتد باي كليفلاند، كل الكلام دوت. ولكن الحاجات المشاكل احيانا بتحصل لاسباب كثيره جدا، اللي عايز يتعرف عليها ممكن يراجع بعض محاضراتنا في البيشنت سيفتي، محاضره مشهوره البيشنت سيفتي اي بي سي ديفينيشنز، ممكن حضراتكم تستمعوا ليها، ليه الاخطاء بتحصل في المستشفيات. ولكن سيستم الاكريديتد اكيد احسن من السيستم النون
accredited بصورة أو بأخرى. أتمنى يكون الفيديو ده حطنا على مفاهيم معينة. ومرة أخرى هذا الفيديو لا يعبر أبدا عن رأي سباي الرسمي، ده رؤيتي أنا الشخصية ورأيي الشخصي. أنا أحمد يحيى، تحياتي وفي أمان الله.